لكمة دايت. قوس الكتف المرتد. واضح أن المدينة في حاجة إلينا، لنذهب. إنه أكبر حتى من الآخرين، نحن هالكون. لا تقلق، أنا في صفكم. ماذا حدث هنا؟ هبطت كتائب الجنود من السماء لمهاجمتنا، لم نستطع فعل شيء لردعها، وحتى الجنود لم يقاوموا رغم وجودهم بالجوار. ولكنك ستساعدنا، صحيح؟ لسوء الحظ لست واثقا بقدرتي على المناورة في المدينة دون إيذاء المزيد من الناس، لكن يمكنني البحث على هؤلاء الجنود. شكرا لك. يمكنك العثور على جنودنا من خلال اتباع هذه الأحداثيات، لكن بسرعة أرجوك. أخفى والدي جراندايزر تحت المختبر لمدة عامين. الأرض على وشك اكتشاف أمره، ومثل قوات فيغا قد يرغب هؤلاء الجنود في التحكم فيه بأنفسهم. الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف. النار تهدد بحرق تلك المزرعة المسكينة. لنعمل على إخلائها بسرعة حتى لا يعلق أحد داخلها. محاصيلي تحترق، أغيثوني أرجوكم. ستفي لكمتك اللولبية بالغرض يا دايسكي. الهواء الذي يولده المصلان سيطفئ اللهب. فكرة رائعة يا أبي. احرص على إطفاء تلك النيران يا دايسكي. اللكمة اللولبية. اللكمة اللولبية. قوة فيغا تعود، لقد أضرمت النيران عند هبوطها، لذا فقد حان دورك الآن للتصرف. لكمة دايزا. اللكمة اللولبية. لا تسمح بانتشار هذه النيران يا ولدي. لكمة اللولبية. قوس الكتف المرتد. ها قد أتى قائد سربهم الخبيث. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. لكمة دايزا. العاصفة المضادة للجاذبية.
أرسلت صنعا، لكن معارك مثل هذه ترهق أنظمة جرين دايزر. يمادة في الطريق لتفقدها، اذهب إليه حالما تستطيع يا دايسكي. ها أنت أتيت يا يامادا. يعرضك أبي لمخاطر حقيقية. هذا المكان خطر. لا تقلق، فهذه المركبة حديثة تقنياً، وهي من تصميمي على أي حال. أنا لا أخاطر بشيء إذا مكثت داخلها، وأنا هنا من أجل خدمة العلم. بالمناسبة، أجل التعديلات. حسناً، من خلال النظرة الأولى يبدو أن إصلاحاتنا فعالة. على أي حال، جرين دايزر في حالة أفضل الآن من حالته عندما اكتشفه الدكتور على الأرض، صدق؟ من الرائع سماع ذلك. هذه المنطقة بأكملها تعتمد عليك. استمع على هذه الرسالة اللاسلكية قبل أن تغادر. أتاح لنا اعتراضها الطبق الأثيري الفائق على شاحنتنا. إذن هذا هو المجرم. لابد أنه جرين دايزر. ما يعني أن دوق فليد أمير كوكب فليد لجأ إلى الأرض؟ حانت فرصتنا الآن. اذهبوا واحصلوا على هذا الجهاز. إذن انتهى الأمر. تعرف بلاكي عليك. من الآن فصاعدا لن يكون بوسعنا تجنب تصعيد الأمور. لا يمكننا تجنب التصعيد، ولكن يمكننا احتواؤه يا دكتور بمساعدة جرين دايزر على وجه التحديد. إنها فرصة علمية لتطوير جرين دايزر واختبار قدراته في ظروف واقعية. ألم يحن الوقت لاختبار نظرياتنا؟ أنت محق يا سيد يامادا. علينا أن نمنحك أفضل فرص للنصر يا دايسكي. اختر ما ترى أنه سيكون مفيدا لك. اختيار ممتاز. إذا احتجت إلى أي ترقيات أخرى يا دايسكي، فعد إلى المختبر أو إلى هذه المركبة. سأكون بالجوار دوماً بأوامر من الدكتور. على أي حال، أولويتنا هي العثور على ذلك الملاح، صحيح؟ يمكن اعتماد علي، فأنا سأعثر عليه. بالتوفيق يا دايسكي. تسعدني خدمتك لترقية جرين دايزر، سواء من هذه الشاحنة أو من المختبر. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. Let's go back to Dyson.
الطائفة المضادة للجاذبية. الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. معك الرائد أوتا، هل لي أن أعرف إلى من أتحدث؟ أدعى جراندايزر في موطني، لكن ليس لدي وقت للتعارف الآن. إخوتك المواطنون في حاجة إليك أيها الرائد أوتا، مدينة كاملة في خطر. سنتولى أمر ذلك، ولكن دعم إطلاق النار ينفد، ليس عليك سوى أن تتبع أوامري. مع كامل احترامي أيها الرائد، لدينا عدو مشترك، ولكن جراندايزر لا يتلقى أوامر من أي أحد. أتفهم قلقك، وتعبيرا عن حسن نيتي فسأشاركك معلومة استلامنا رسالة استغاثة من جسم طائر أرضي، ربما يكون صديقا لك، صحيح؟ لا، سأحاول العثور على التيفو، لكنني لن أنسى مساعدتك أيها الرائد. شكرا لك يا سيدي. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. أسمح لفيغا بتشويه جبل فوجي المهيب. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. لكمة دايزر.
قائد جاندال، أمركم بحماية هذا المصنع. نفذوا أوامري في الحال. مصنع؟ إذن قوات فيجا نقلت مصانعها الخبيثة إلى هنا. لن أسمح لهؤلاء الطغاة بإنتاج تعزيزات على الأرض. سأدمر هذا المولد المركزي، وينبغي لذلك أن يبدأ سلسلة من ردود الفعل. فكرة رائعة يا دايسكي، ولكن احذر من الطاقة الزائدة. قوس الكتف المرتد. لكمة دايزر. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد. إذا قامت قوات فيجا بغزو منطقة أخرى، فسيكون عليك تحري أمر تشييدهم أي مبان بالتصميم نفسه. يمكنك الاعتماد علي. لن أسمح للقائد جاندال هذا بوضع نفاياته الصناعية على الأرض. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. لم يكن هناك وقت كاف لإخلاء هذه القرى. علي حمايتها. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. بالتوفيق يا دايسكي، تسعدني خدمتك لترقية جرين دايزر سواء من هذه الشاحنة. فريق الإطفاء هذا يحتاج إلى مساعدتك حقاً يا دايسكي. لنرى كيف يمكننا مساعدته. اللكمة اللولبية. ثمة حريق هناك أيتها القائدة. مهلا، لا أحد سيحترق ما دمت قادراً على المساعدة. أيتها القائدة، إنه يتحدث. اهدأ،
إذا كان سيساعد فدعه يأتي معنا، نحن بحاجة إلى الحماية. ما كل هذا أيتها القائدة؟ تبدو أنها مهمتنا التالية، سنحتاج إلى كثير من الماء لإطفاء هذا الحريق. سنتوجه إلى البحيرة لإعادة التعبئة. تلك النيران ممزوجة بالفيجاترون، حتى جرين دايزر لا يستطيع إطفاءها. احمي فريق الإطفاء هذا يا ولدي. قوس الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. الدكمة اللولبية. استعدي لإعادة المال، سندخل بمجرد تأمين البحيرة. قوس الكتف المرتد. الدكمة اللولبية. لكمة دايزر. قوس الكتف المرتد. لكمة دايزر. قوس الكتف المرتد. لكمة دايزر. المكان آمن، فلنذهب. تحرك، علينا إطفاء الحريق. فريق الإطفاء يعود إلى النيران. أنت من تقع عليك مسؤولية حمايته يا ولدي. أنتم تخاطرون بحياتكم يومياً لحماية الأرض، أنا ممتن لكم على ذلك. هذا لا شيء، نحن نؤدي عملنا فحسب. لكن يمكننا تأديته على نحو أسرع بمساعدة إطفائي آلي. لا تقلقي، فهذه المرة يمكنك الاعتماد علي. قوس الكتف المرتد. لكمة دايزر. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. نحن هنا، أنت خرافيم الإطفاء. لكمة دايزر. لكمة دايزر. قوس الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد.
لازمته دايزة. العاصفة المضادة للجاذبية. تلك حيلة ذكية، علينا شكر هذا الآلي حقا. عمل ممتاز يا دايسكي، تخلصنا من تلك الحرائق. سحقا، لا أستطيع العثور على كوجي. اهدى يا دايسكي، لا يزال في جعبتنا حيلة أخرى. تحدث الرائد أوتا عن إشارة، ربما يكون برج المراقبة هنا. قد وصلت الإشارة أيضا. لسوء الحظ هو لا يستجيب. سأتوجه إلى هناك، ربما يساعدنا البرج في تحديد موقع الجسم الطائر الأرضي. برج المراقبة يتعرض لهجوم. قوس الكتف المرتد. اللكمة اللولبية. لكمة دايزة. حذاري، فإن الغزاة يعودون. لكمة اللولبية. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. لا داعي للقلق، فأنا لست معه، لكنني أحتاج إلى مساعدتك. حقا؟ لكن أنا لست إلا مشغل برج متواضع. بالضبط. هل وصلتك إشارة استغاثة من رجل يدعى كوجي؟ كان على متن جسم طائر أرضي. نعم وصلتني، مصدرها المدينة الكبيرة هناك، ولكننا فقدناها فورا. سأتفقدها، شكرا. مهلا، شبكة أبراج مراقبتنا تغطي الأرخبيل بأكمله. إذا احتجت إلى التحرك فالاتحاد قوة. موافق. قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد.
زكما لولبية. قوس الكتف المرتد. قوة فيجا لا تدخر جهدا. هذا سلاح آخر من أسلحتها يا دايسكي. إنها محطة فضاء متنقلة يا أبي، لن تفتح إلا عندما تكون قواتهم مستعدة لجمع أي فيجاترون قد يكون على الأرض. سيظل كوجي أولويتنا. هل نزيد من قوة فيجا لنلقي نظرة من كذب؟ لازم تدايز. لا يريدون التنازل عن هذه المدينة يا دايسكي، انتبه. وحوش، لم يكفكم كوكب فليت؟ العاصفة المضادة للجاذبية. لن أسمح لكم بتدمير الأرض. لازم تدايز. احترس يا دايسكي، إنهم يعودون. لازم تدايز. لازم تدايز. أعتقد أن هذا هجومه الأخير. إنهم يرسلون جميع قواتهم. العاصفة المضادة للجاذبية. لازم تدايز. العاصفة المضادة للجاذبية. لازم تدايز. لازم تدايز. العاصفة المضادة للجاذبية. لازم تدايز. قوس الكتف المرتد. الكتف المرتد. أنت أيها الآلي الضخم، تعال إلى هنا. مرحبا أيتها الآنسة الصغيرة. هل كل علمت أنك لست مثل ذلك الوحش الذي رأيته سابقا؟ عن أي وحش تتحدثين؟ الوحش الذي فر إلى الجبال كان لديه قرص أصفر كبير في فمه. ظن كلبي أنه طبق طائر. كيف لم أفكر في ذلك مسبقاً؟ الصحن المتوحش هو الذي استحوذ على التيفو. لابد أنه أخذه إلى أنفاقهم تحت الأرض المؤدية إلى الجبال. لنأمل أن كوجي بخير. سأعتني بتلك الفتاة الصغيرة. الدعم في الطريق. شكراً على مساعدتك أيتها الآنسة الصغيرة. فريق الإطفاء في الطريق. ابقى. فهمت. ستقضي على الوحش، صحيح؟ سأتولى الأمر، لا تقلقي، لن يعود مرة أخرى. لنعثر على كوجي هذه المرة. لنذهب يا دايسكي، فذلك الصحن المتوحش قريب. Thank you.
ليس لدى فيجا أي احترام، حتى المعابد لن تنجو من غزوها. ليس هناك أثر للتيفو بعد. آمل أن يكون هذا الشيء بخير. إنه الجهاز الأحدث تقنياً، وقد صممه كوجي بنفسه للاستناد إلى أبحاث ناسا عن صحون اليوتو الطائرة. التقنية مهمة، ولكنها لا تستبدل المداحي. هل تعتقد حقاً أن كوجي قد نجا؟ صدق أو لا تصدق، يعرف كوجي مجاراة الآليين الضخام أيضاً. إذا كان لأحد أن ينجو من هجوم كهذا فسيكون كوجي. ما سبب وجود قوة فيجا على الأرض؟ لما الآن؟ هل يمكن أن يكون كوجي قد جذبهم؟ رغم تقدمه التقني، فإنني أشك أن صحناً كهذا يمكن أن يكون سبباً كافياً لجذبهم إلى هنا. أرجح أنهم يسعون خلف مواردنا. أجل، هؤلاء القادة غزاة ولصوص، من يدري ما قد يفعلونه بمعاد. العاصفة المضادة للحظ مقترب. لا يمكن لذلك الوحش أن يكون بعيدا. آثار الأقدام تلك لا تبشر بخير. أبي، عثرت على التيفو ولكن الجهاز يبدو محطما. تحقق ما إذا كان كوجي بخير سريعا. يا دكتور، أيمكنك سماعي؟ كوجي، يسعدني سماع صوتك. هل أنت بخير؟ لست في أفضل أحوالي. استيقظت على مواجهة مع وحش وآلي ضخم. لا أدري ما إن كنت أهلي أم أن الماضي يلاحق ذاكرتي. احذر من الوحش، ولكن لا تقلق من الآلي. جريندايزر في صفنا. جريندايزر، هل تعرفه؟ إنها قصة طويلة. قراءات مقاييس الزلازل لدينا ترتفع ارتفاعا جنونيا. إنه على وشك الخروج. قوس الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد.
قوس الكتف المرتد. عجبا يا دكتور، لا تخبرني بأنك داخل ذلك الشيء. لا تقلق يا كوجي، فأنا أفضل رفقة العلماء على رفقة الآليين الضخام. اللكمة دولة لكمة دايز. تمنيت لو كان لدي آلي كهذا. كان لجسد تلك السحلية أن يواريه الثأر. ثق بي يا أخوجي، إن صديقي سيتخلص من هذا الوحش، أنا واثق بذلك. لكمة لولبي. كوجي، دعنا لا ننتظر عودتهم. هل يمكنك الإقلاع؟ سأحاول أن اقفز يا دايزر. هيا يا سبايزر، عبور يا سبايزر. في الحال دائما نرى جانب القمر نفسه من الأرض. ليس بوسعنا مراقبة ما يحدث على الجانب الآخر. شيدت قوات فيجا معسكرا على الجانب المظلم من القمر بنية غزو بقية المجرات. تحياتي لك يا جاندال، وصلت للتو. كيف تجرؤ على الظهور أمامي مجددا؟ سامحني يا قائد، لم أعلم أن بقرة الفضاء موجودة على الأرض. أيها الأحمق، كيف تمكن الدوق من هزيمتك وأنت قائد جيوش فيجا؟ ولكنك تعلم أن لديه جريندايزر. هذا ما يزعجني، ما دام يملكه فلا يمكننا الراحة. علينا الهجوم على الأرض وتدمير جريندايزر. أنت المسؤول أيها القائد، ما قرارك؟ أرفض أن أفشل مثلك يا بلاكي. ليته كان لا يملك جريندايزر. لما تستسلم سريعا يا جاندال؟ عليك الانتقام. أنت تعلم أنه لا يجدر بك أن تبقى منهزما، وإلا فسيتم خفض رتبتك مثل عزيزنا بلاكي. أنا أمنعك. اكتفيت من هذا. اتركني وشأني، أريد التفكير في خطة للاستيلاء على الأرض.
آه يا دايسكي، يبث بلاكي رسالة لاسلكية عبر جميع الترددات الأرضية. هذا أمر مريب. يا أهل الأرض، يبدو أن كوكبكم به ما هو أهم من الموارد، إذ يأوي قاتلا أمير فليد وآلته الفتاكة جرين دايزر. أمركم أن تسلموا هذا الشخص وآلته الشيطانية على الفور. سنهجم أولا على مدن اليابان حيث رصدنا دوق فليد. إنه يختبئ بين أظهركم ويبدو مثلكم، لكن تأكدوا إنه ليس واحدا منكم. فإذا كنتم أنتم من تخفونه، فإن مصير اليابان والعالم بأسره بين أيديكم. أما بالنسبة إليك يا دوق فليد، فعليك الاستسلام فورا، وإلا ستشهد على دمار كوكب آخر من حولك. يا إلهي، يا لجرأة ذلك الكابتن التابع لفيغا. ولكن هل تفضل أن أدعوك دوق فليد؟ فهذا هو اسمك على كوكب فليد. لا يدرك الجميع العلاقة بين جراندايزر ودوق فليد ودايسكي حتى الآن. أنت على حق، لنكن حذرين يا دوق فليد، أقصد يا دايسكي. بالمناسبة، يجب أن تذهب إلى آوي للتأكد بأن قوات فيغا تراجعت بالفعل، فراداره لا يخطئ أبدا. بالمناسبة، يبدو أنه لم تعد هناك أي أهداف على الرادار. أخيرا، أخبار جيدة. عليك الذهاب لرؤية يامادا، أظن أن لديه المزيد من أجلك. كانت رحلتك إلى جبل فوجي ملهمة يا دايسكي، وأكملت قطاع الصحن المتوحش هذا الأمر. إليك ما أقترحه لتحسين جراندايزر. لقد انتهيت. قد ترغب في إخبار والدك عن هذه التعديلات. ستجده في العيادة بجانب سرير كوجي. تسرني رؤيتك. كيف حال كوجي؟ أظن أن حاله في تحسن، إنه مستغرق في النوم. هل أنت متأكد؟ متأكد تماما. هل تعلم أن بلاكي اتصل مرة أخرى؟ علمت للأسف، عرض أكيرا رسالته علي. لن يتمهل ذاك الوحشي. وقع ما كنت أخشاه. لم تنتهي الحرب بعدما حل بكوكب فليد، بل حلت هنا أيضا. فليد؟ الحرب؟ ما الأمر؟ إذا أنت قائد هذا الروبوت، صحيح؟ جريندايزر، اسم الآلي جريندايزر. أبي، إلى متى كنت تظن أنه يمكنك إخفاء الحقيقة عنه يا دايسكي؟ وضح أكثر يا دكتور. قبل عامين توليت أمر دايسكي المعروف بدوك فليت، وكان هذا أول اتصال لي مع حياة من خارج كوكب الأرض. لقد كان يوما مذهلا لن أنساه. لكن عندما حدثني دايسكي عن كوكب فليت وعما حل به، فضلت أن أبقي وجوده سرا. وهل تعتبره ابنك؟
لقد تبنيته. لقد تمكن دايسكي من الهرب لاستخدامه جرين دايزر، لكن الحظ لم يحالف والديه وأسرته. كان من واجبي منحه حياة جديدة هنا على الأرض، كما أن من واجبي حماية هذا الكوكب. إنه واجبنا يا أبي، سنحمي الأرض معا. ليس لدينا وقت لنضيعه، يجب أن أفسد خطط بلاكي. مهلا، سأذهب معك. لا أريد مساعدة من فتى. فتى، تعال وقاتل، ستعرفك لكماتي أنني لست فتى صغيرا. كفى يا شباب. يبدو أنك تتحسن يا كوجي، لكن إذا كنت تريد السلامة لنفسك فعليك تسليح التيفو والتعاون مع دايسكي. أما بالنسبة إليك يا دايسكي، عليك حماية هويتك السرية. عد إلى سأعود إلى مزرعة البتول الأبيض، وأتمنى أن تتعافى قريبا يا كوجي. سأكون على ما يرام، وأنا لا أنوي أن أتركك تخوض الأمر وحدك. بعد بضعة أيام في مزرعة البتول الأبيض، الأرض في خطر، لكنني سأدافع عنها، عن غاباتها ومروجها وزهورها والهواء اللطيف الذي نتنفسه. لا أريد الهلاك لهذا الكوكب. هل سمعت بشأن ذلك الآلي الكبير يا دايسكي؟ يا إلهي، كم أود مقابلته. استعد. آها، الآن يتفضل علينا السيد دايسكي بترك العزف على جيتاره المحبوب لمساعدتنا. لدينا الكثير لنقوم به أيها الشاب. لقد مرت أيام منذ أن قدمنا والدك إلى ربيبه الجديد. هذا الفتى كوجي غير مجد مثلك تماما، فهو لا يهتم إلا بصحنه الطائر. كانت هيكارو تعتمد عليك لمساعدتها في أداء مهام الحفر. إن ابنتي تنتظر بفارغ الصبر سماع الأسباب التي منعتك من القدوم. آمل. مرحبا هيكارو. عذرا، لم أكن بأفضل حال في الأيام القليلة الماضية. سأعوضك هيكارو، أعدك بذلك. لا بأس يا دايسكي، على الأقل يمكنك التحدث إلى جورو نيابة عني. لقد أكثر مؤخرا من مقالبه السخيفة المزعجة. ها، هل هذا صحيح؟ جورو فتى صالح. نعم صحيح، لكن للأسف بعد لقائه كوجي تغيرت تصرفاته وأصبح مهووساً بالفضاء. أخشى أن يصبح مثل والده. هل ستتحدث معه؟ حسناً يا هيكارو، سأتحدث إليه.
كوجي، كوجي مذهل حقا، لديه صحن مثل هؤلاء الفضائيين الأوغاد، إلا أنه يطلق الصواريخ الآن. ليس لدى أتباع فيجا المساكين القدرة على مواجهته الآن. لقد وعدني بجولة معه بعد أن ينتهي من مهمته المقبلة. على رسلك يا جورو، مهلا. عن أي مهمة تتحدث؟ ماذا؟ ألم يخبرك؟ ذهب كوجي إلى المختبر ليفكر في الموقف بعناية مع الدكتور. يجب أن تذهب وتتفقد الأسلحة الجديدة. حسناً، سأذهب لتفقد الأمر، لكن يجب أن تحاول أن تكون أكثر هدوءاً يا جورو. لا يمكنك اللعب بالنار دون أن تؤذي نفسك. والآن أيمكنك أن تذهب لمساعدة أختك؟